عليكم، معكم بالبطل اللطيف الجمري. عليا مشكل اليوم مع الجمارك ديال قنيصر. انا تفاجأت بواحد عنصر الجمارك كيجي وكيشنق عليا وكيضربني، ومن بعد كيتعاونوا فيا ستانت على الجمارك ولا سبعة ما عقلتش، ضربوني طيحوني ارض، وفي التالي اعتقلوني دخلوني هنا. انت ما كنتش فين كنت واجد. هذا هو بطل اللي رفع الرايه نتاع البلاد واللي يشرف البلاد. هذا هو المصير ديالو في هذه البلاد. يتعتقل في اخر اللحظات. انا ما عندي لا تهريب، ما كان متهن تهريب، ما عندي بضاعه، ما حتى شي حاجه. انا غير من الناس اللي كندخل المليليه وكنخرج في اطار تجوال من الحق ديالي. عندي الوثائق ديالي، الباسبور ديالي، واليوم اصبحت هنايا كنت واجد هنا في هذا المخفر ديال الجمارك. انا اليوم ما عرفتش علاش تعتقلت، ما عندي بضاعة، ما عندي حتى شي مشكل. اليوم ضربوني، تكرسوا عليا، تعدوا عليا. انا ما غاديش نتنازل على الحق ديالي. وانا هذه الرساله هذه كنوجهها لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، خصو يشوف اش كيوقع في هذه المعابر. هاد الناس هادو راه كيتعداو، راه كيقوموا بواحد التعسفات، وكيقوموا بواحد الاعمال لا اخلاقيه تخترق قانون ديال حقوق الانسان. هادو كيقوموا بواحد، شنو نقول لك، كيقوموا بواحد الهمجيه في اطار في هذا المعبر هذا ديال بنينصار، وكي يضربوا في المنظمه العالميه ديال حقوق الانسان. هذه الرساله بغيت نوجهها من هذه البلاصه هذه، من هذا المكان هذا. انتم كتشوفون انا كنتواجد دابا هنا معتقل، وما عرفتش علاش تعتقلت وضربوني وتكرسوا عليا، ودرك جابوني هنا ما عرفتش علاش. كنقول لهم ما يقولوا لي شنو المشكل اللي عندي، شنو المشكل اللي كاين. انا كنقول لهم كاين كاميرات، فهمتيني، كاين آلة تصوير تما، يرجعوا ليهم ويشوفوني انا الا تعديت على شي جمركي ولا عندي شي بضاعه ولا عندي شي مشكل. انا اليوم ما عرفتش راسي علاش داروا لي هذا المشكل هذا. تكرسوا عليا وجابوني لهنا، ملي لقيت راسي محتاجز هنايا لمده تقريبا ديال 3 ساعات، وانا محتاجز هنا. سحبوا مني الباسابورتي ديالي والتليفون ديالي، اللي ما خلاونيش حتى باش نتكلم مع العائله ديالي ولا نتكلم مع المحامي ديالي. انا ما عرفتش هاد الناس هادو كيفاش هاد الاداره نتاع الجمارك كتمارس هاد العنف والتعسف في حق المواطن. انا بغيت نعرف، انا بصفتي كرياضي وقبل ما نكون رياضي انني مواطن، علاش يتعاملوا معايا بهذه الطريقه هذه؟ بغيت نعرف. وانا بغيت ناخذ من القضاء ياخذ لي الحق ديالي من هاد الناس اللي تعدوا عليا، وراني عارفهم بالواحد اللي تكرسوا عليا وضربوني. راني في الضرب على المستوى نتاع العين نتاعي، راه هرسوا لي هاد البلاصه هذه، ومضروب في السنسور ديال الظهر ديالي. وانا راه ما غاديش نتنازل على القضيه ديالي، غادي نمشي ابعد ما يكون، وكنطلب من القضاء باش ينصفني وياخذ لي الحق ديالي. وشكرا.